السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أكتر موقع بيعمل لك الكفر ليتر. الكفر ليتر دي أنت بتبعتها مع السي في، يعني تشجع الراجل إن هو يقرأ السي في. فممكن تخش على شات جي بي تي وتقول له اعمل لي الكفر ليتر وهو يعملها لك بشكل كويس. وممكن حاجة تانية تشوف الموقع دي، الموقع دي أصلا معتمدة على شات جي بي تي. زي الموقع ده resumeai.com، ممكن تقول له اعمل لي الكفر ليتر. create your cover letter، مجرد ان انت هتدي له الايميل بتاعك ويبدا ان هو يسالك بعض المعلومات عشان يعمل لك الكفر ليتر بتاعك. هو بيقول لك ان هو ممكن يعمل لك الريزوم، ممكن يعمل لك كفر ليتر، ممكن يعمل لك الريجستريشن ليتر. طيب تعال نشوف بقيه المواقع، هسيب لكم الرابط كلها اسفل الوصف. ده موقع اسمه ريزي، عامل صفحه مخصصه للاي اي كفر ليتر بيلدر. مجرد ان انت تدي له المعلومات الاساسيه خالص، ان انت مثلا محامي، ان انت خريج كذا كذا. هي الكفر ليتر بتشجع الراجل ان هو يقرا السي في ويشجعه ان هو يفتح الملف البي دي اف ويبطل كسر، تمام. فبتبقى مثلا كام فقره كده فيها المعلومات مختصره. طيب ده برضو موقع ثالث بيعمل لك كفر ليتر في ثواني من خلال الذكاء الاصطناعي، تمام. مجرد ان انت تدي له برضو المعلومات الاساسيه. وده موقع اسمه RYTR. الموقع ده كويس جدا، جربته اكتر من مره في ان انا اطلب منه يكتب لي مقالات وكان بيكتبها بشكل حلو. هو عامل صفحه مخصصه للكفر ليتر، لو دخلت على الموقع الرئيسي بيبقى بيتكلم عام، هنا مخصص ان هو يظبط لك الكفر ليتر بتاعك من خلال الذكاء الاصطناعي. طيب ده برضه موقع اسمه copy.ai، ده برضه بيعمل مقالات. الصفحه دي مخصصه ان هو يعمل لك الكفر ليتر اللي ممكن تبعتها مع السي في بتاعك.